من حقي أن أتعلم ومن حقي أن أعمل، شعارات رفعتها مجموعة من الشباب والأطفال المشاركين في خيمة عدن التوعوية التي أقامتها منظمة الصحة اليمنية بحضور الدكتور يحيى الشعيبي وبمشاركة ناشطين في المجتمع المدني في محافظة عدن. تستهدف محافظة عدن بشكل كامل، نصل من خلالها عدة رسائل، أهمها الرسائل الصحية والتعليمية. كجانب حقوقي نعرف الناس أو أفراد المجتمع بحقوقهم التي يجب أن يحصلوا عليها أو تلتزم الدولة في توفيرها لهم. المشروع يشارك في تنظيمه 50 شابا وشابة، بينهم فنانون تشكيليون ومسرحيون وناشطون حقوقيون، بالإضافة إلى فرق التوعية في منظمة الصحة اليمنية التي تقوم بإيصال رسائل حقوقية عن طريق الرسم على وجوه الأطفال وتوفير أدوات الرسم لكي يعبروا عن حقوقهم. نحن بنرسم على الأطفال وبنعمل عبارات توعوية، ومن عبر الرسم نحن بننقل فكرة إنه لابد من تنفيذ المخرجات، وإنه من حق كل طفل إنه ينعم بالأمن والسلام، والرسم هو عبارة عن السلام، يعني أبسط طريقة للتوصيل المعلومات. مشروع خيمة عدن التوعوية الذي يستمر لمدة 15 يوما يهدف إلى تعريف أفراد المجتمع بحقوقهم التي يجب أن يتمتعوا بها باستخدام الرسم على وجوه الأطفال والمسرح، والتوعية البؤرية وتوزيع كتيبات للتعريف بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والحقوق التي تضمنها، بالإضافة إلى تقديم عروض مسرحية هادفة.